كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. توجه خطاب الله تعالى إلى المؤمنين في هذه الآية فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا من المراعاة، يعني ارقبنا وانظر إلينا. كان المسلمون يحبون إذا كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إليهم وأن ينظر إليهم، وكانوا في الحق يعني يتبادرون ليأخذوا نظرة من نظرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربما قالوا له راعنا، وهذه الكلمة كلمة راعنا تشبه كلمة عند اليهود، معناها ليس جيدا. معناها عند اليهود اسمع لا سمعت. فاليهود أخذوا هذه الكلمة التي يقولها المسلمون المؤمنون راعنا، وصاروا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم راعنا، وهم يضحكون فيما بينهم يريدون كلمتهم السيئة. فالله عز وجل قال للمؤمنين: لا تقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم راعنا، واستخدموا كلمة بديلة عنها، قولوا انظرنا، انظر إلينا. قال المفسرون: أمر المؤمنون أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. قال ابن عباس: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا يا رسول الله. وكان هذا بلسان اليهود سبا، أي اسمع لا سمعت. فاغتنموها اليهود وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا. فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ، وكان يعرف لغتهم. سيدنا سعد صحابي كان يعرف لغة يهود، فقال لليهود: عليكم لعنة الله، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. في هذه الآية فوائد مهمة جدا أيها الإخوة. الفائدة الأولى: مطلوب من كل مؤمن أن يتجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض. يعني اجتهد في كلامك، إذا كلمة بتحمل معنيين، معنى جيد ومعنى غير جيد، لا تقولها، واستخدم بدلا عنها كلمة تحمل معنى واحد جيد. أمر ثاني: مطلوب من المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، أن يجتنب الكلام السيء والكلام الناقص. يعني إذا كلمة بتحمل معنيين مطلوب أن تتركها، معناتها إذا كلمة بتحمل معنى واحد والمعنى غير جيد مطلوب أكيد أن تتركها. وكم من مؤمن سقط من زلة بلسانه،
وكم من مؤمنة أوغرت صدر زوجها من جراء كلمة قالتها بلسانها، وكم من شريك فض شريكة مع شريكه من جراء كلمة قالها شريكه. فليجتهد الواحد فينا يا أخوان ويا أخوات أن لا يتكلم إلا بالكلمة ذات المعنى الجيد، حتى لو كانت الكلمة تحمل معنيين أحدهما جيد والآخر غير جيد اجتنب هذه الكلمة. طبعا كيف الواحد يدرب لسانه أنه ما يتكلم إلا الكلام اللائق، إلا الكلام الراتب إن صح التعبير، إلا الكلام الحسن؟ كيف تعود لسانك الكلام الحسن؟ واحد، بكثرة قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كله كمال، فأنت إذا صرت تكثر من تلاوة القرآن الكريم بتصير مصطلحاتك قرآنية، بتصير كلماتك قرآنية، بصير الموقف عندما يعرض لك فجأة فورا تتبادر إلى ذهنك آية قرآنية. واحد بيعمل فصل غير جيد أمامك، بتقول له لرفيقك ادفع بالتي هي أحسن، شايف بلا شعور أنت نطقت بآية قرآنية. واحد ساوى عمل غير جيد أو عمل جيد، تقول له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بتصير بلا شعور يعني عم تستخدم كلمات وألفاظ قرآنية. كيف تجعل كلامك ونطقك راقيا؟ واحد، بكثرة قراءة القرآن الكريم. اثنين، بكثرة قراءة حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخواني اللي بيقرأ 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيشوف الكمال في نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله شيء عجيب يا أخوان، كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب به على المنابر، كلام راقي جدا، كلام أديب جدا، كلام يأخذ بعضه بعضا، كلام يسلب الألباب، كلام يمتعك أو يمتعك معناه، كلام سهل وواضح وجلي وراقي هذا الكلام. فكيف أنت بدي يساوي كلامك جيد؟ مطلوب منك أن تقرأ القرآن كثيرا، أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثلاثة، أن تقرأ في كتب الأدب وشعر الأدب. شوف الكتب الأديبة اقرأها، شوف الأشعار التي فيها آداب عالية اقرأها، صير أنت بتستخدم الحقيقة هذه المفردات، تملأ ذاكرتك وذهنك بهذه المفردات. رقم أربعة، أن تصحب أصحاب الكلمة الراقية. هلأ طبعا إذا قلنا هذه الأربعة هي أسباب أن يصير كلامك راقيا، فترك أضدادها مطلوب. يعني هلأ سامحني، إذا كان واحد رفقاته اللي بيقعد معهم كل كلامهم عفوا يعني ماجن ساقط رزيل غير لائق، بعدين بيقول لك بس أنا ما بحكي هيك كلام، هنن بيحكوا بس أنا ما بحكي، أنت باللا شعور ستأخذ هذه المفردات. سامحني، إذا واحد بيقعد كل يوم ساعتين ثلاثة أربعة على التلفزيون بيشوف مرات مسلسلات بيشوف أفلام، أقل ما يقال فيها بأن مفرداتها دنية، شو بده يصير؟ يعني الذاكرة اللغوية تبعه بدها تصير مفرداتها دنية. ابنك لما بتحطه أو ابنك لما بتحطيه أنت على أفلام الكرتون ساعة وساعتين وثلاثة مشان أنه خلي ينشغل عنك، ابنك أخذ مفردات أفلام الكرتون، ومفردات أفلام الكرتون أكثرها ليس منضبطا لا بأدب ولا بخلق ولا بدين ولا بعرف سليم. فأنت عم تحفظي ابنك مفردات لغوية كتير سيئة وكتير مزعجة، وغدا سيرتد عليك بها، والسبب أنك أنت تركتيه في مكان ليأخذ مفردات لغوية غير جيدة. فالقرآن الكريم يطلب من المؤمنين أن لا يستخدموا لفظة تحمل في معناها أذية، وإن كان المسلمون لا يريدون هذه الأذية، المسلمون يريدون من هذه الكلمة معنى الراقي، يقولون يا رسول الله التفت إلينا انظر إلينا، وهم يحبون أن تأتي عيون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، يحبون، والكلمة تراعنا في اللغة العربية هذا معناها، لكن اليهود كانوا يستخدمونها بمعنى آخر. فالله عز وجل قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استخدموا كلمة لا تحمل ولا معنى آخر. فالفائدة الأولى، مطلوب من المؤمن أن يتجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض، أي أول فائدة.
هلأ في فائدة تانية بهالآية يا أخوان، مهمة جدا في الشريعة ومهمة جدا في تعاملاتنا الحياتية. هذه الآية دليل على سد الذرائع وحمايتها في الشريعة الإسلامية. في مصدر من مصادر التشريع الفرعية اسمه سد الذرائع. شو هاد سد الذرائع؟ ما كان وسيلة إلى حرام يحرمه الشارع ولو كانت الوسيلة جائزة، وما كان وسيلة إلى فرض يجعله الشارع فرضا ولو لم يكن هذه الوسيلة في الأصل فرضا. ففي قاعدة بالشريعة سد الذرائع وفتح الذرائع، كل وسيلة أدت إلى حرام يحرمها الشرع. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كلمة راعنا بالأصل مشروعة يعني انظر إلينا، لكن لما صارت كلمة راعنا في زمان معين ومكان معين سببا لحرام، لليهود يستخفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرمت الشريعة استخدام كلمة راعنا مع أنه بالأصل بالكلمة راعنا جائزة، لكن لما صارت ذريعة لحرام أغلق الشارع هذه الذريعة. وفي هذا أمثلة كثيرة في الشرع. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شو حكم سب الأصنام؟ يعني هلأ لات والعزة، أو إذا واحد عم يعبد حجر شو حكم أن تسب الحجر؟ جائز. يعني واحد عم بيسب الحجر جائز، ما في حرج. واحد عم بيسب اللات والعزة، بالعكس هدون عبدوا من دون الله، أن تشتمهم أن تستهزئ بهم هذا جائز. لكن في لحظة إذا سب الإنسان آلهة المشركين ممكن هذا المشرك يسب إلهه، فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين أمام المشركين لأنها ستكون ذريعة لسب حضرة الله تعالى. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني آلهاتهم اللواتي يدعونها من دون الله، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فصار سب آلهة المشركين محرمة سدا للذريعة. طيب ما حكم الاستئذان على المحارم؟ يعني هلأ واحد بده يروح لبيت أمه، أمه ساكنة ببيت، والده متوفى، أمه عمرها 70 سنة، وهو معه مفاتيح بيت والدته، يعني إجى على بيت والدته، ما حكم رن الجرس أو دق الباب؟ وأنا فايت لبيت والدتي وأنت فايت لبيت والدتك، والدتك من المحارم، الاستئذان على المحارم واجب فرض، لازم تدق الباب. قال أخي أمي هاي يعني أقرب الناس لإلي، خلاص أنا بفتح بالمفتاح وفوت. أبدا، الاستئذان على المحارم واجب. لماذا؟ هو بالأصل واحد أن ينظر إلى أمه ما في حرج، لكن سدا للذريعة، لعل أمه صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستئذان، قال يا رسول الله استأذن على أمي؟ قال نعم. قال إنها أمي. قال أتحب أن تراها عريانة؟ سدا للذريعة، اقرع الباب، رن الجرس. هو في الأصل الدخول إلى بيت الأم ما بده استئذان، لكن سدا لذريعة أن تكون الوالدة يعني في أمر تغير ثيابها أو ما شابه، فسدا للذريعة صار الاستئذان على المحارم واجب. قال الفقهاء ما حكم قضاء القاضي بعلمه؟ قاضي شاف رجل يقتل إنسانا، شافه بعينه، هل يقضي به في مجلس القضاء أنه فلان هو القاتل؟ عند الحنفية لا يقضي القاضي بعلمه، بده يجيب شاهدين أو إقرار، أنا بعيني شفته. لم يرضى الحنفية للقاضي أن يقضي بعلمه سدا للذريعة، لأنه بكرة بيجي بعض القضاة كل ما قاضي بده يلبس واحد تهمة بيقول أنا شفته بعيني. وشو الدليل؟ يعني ما هو دليل الإدانة؟ ما عنده لا شاهدين ولا عنده إقرار، بيقول لك أنا شفت بعيني. فالحنفية سدا لهذا الباب أن يفتح من فساد ذمم الناس، قالوا لا يقضي القاضي بعلمه. بيع العينة حرام سدا للذريعة، شو هاد بيع العينة؟ أنا بحاجة لمليون ليرة سوري، قلت لكم خرج الدينوني 1,000,000 ليرة سوري، ما حدا ديني، جيت لعند واحد قلت
قلت له أخي شو رأيك أنا حبيعك كتابي هذا بمليون ليرة سوري نقدا، وحبرجع اشتري منك بالتقسيط بمليون ومية، كل شهر بعطيك 100,000. قام قال لي وافقت، أعطيته الكتاب وأعطاني المليون. بعدين قلت له بيعني الكتاب، رجعت اشتريته بمليون ومية، كل شهر بعطيك 100. هذه حيلة على الربا، يعني كأنه أنا ادينت منه مليون وحبرجع له ياهون مليون ومية. هذا اسمه بيع العينة، هذا محرم. هو بالأصل هذا البيع ما في شيء، يعني أنا إذا بعت واحد بيناتكم هالكتاب بألف ما في شيء، وجيت بعد يومين ثلاثة هو ما عاد بده هالكتاب، عرضه للبيع وأنا حبيت اشتريه بألف ومية، بيعة تانية يعني ما في شيء، هذه بيعة وهذه بيعة. الأصل بأنها جائزة، لكن جمهور العلماء قالوا بحرمة بيع العينة لأنه ذريعة للربا. بصير كل ما واحد بده يتدين من واحد وياخذ منه زيادة، لأنه أنا ما بجوز إذا تدينت من واحد مية رجع له إياها 101، بصير الناس يستخدمون بيع العينة ذريعة من أجل استحلال الربا، فحرم الفقهاء بيع العينة سدا للذريعة. ما حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا أو لعاصر الخمر؟ الأصل بيع العنب ما فيه شيء، يعني واحد عنده بستان عنب وباعه لشخص، حلال بيع العنب، وهو أعطاه مصاري أبدا حق 1,000، 10,000، مليون ليرة سوري، لكن لأنه سيعصره خمرا سدا للذريعة صار محرما. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة المرأة لزوجها. بصير واحدة تروح لعند زوجها تقول له والله مبارح كنا بعرس في مرت فلان ما شاء الله طويلة قصيرة، بصير صفة تصفه. هلا بالأصل ما هي ما عم تساوي شيء، يعني لا شوف لا زوجة رأى المرأة ولا سمع المرأة ولا شم رائحة المرأة، كلام عم تحكي له المرأة هذه هي أوصافها، لكن سدا للذريعة عشان ما بصير فساد وكشف أعراض الناس أمام الرجال الغرباء نهى عنها الشارع. نهى الإسلام عن الصلاة أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها. ليش محرم الصلاة أثناء طلوع الشمس ولازم نستنى لبعد طلوع الشمس بشي 10 دقائق؟ لأن عباد الشمس يتحينون وقت ظهور الشمس فيسجدون لها، وقت غروب الشمس فيسجدون لها، فجاء الشارع وقال هذا لا تصلي في هذا الوقت، لا أثناء الغروب ولا أثناء الشروق. ليش؟ سدا للذريعة عشان ما تتشبهوا بهؤلاء. فباب سد الذرائع وفتح الذرائع يا أخوان هذا باب كبير في الشريعة. هلأ بيجي واحد بيحكي لنا شغلة أنا هون بدنا نوصل، هلأ هذه كلها فوائد وهذا باب عريض، شو حكم أقعد بالقهوة مع 3-4 نتناقش بموضوع ديني ديني؟ هلأ أنا حبتوعد أنا وشي 4 بيناتكم بالقهوة وبدنا نتناقش بتفسير هذه الآية. هلأ هو بالأصل الاجتماع بيننا ما في شيء، ونتناقش بالآية شغلة كتير منيحة، بس المكان تبع القهوة يعني أنا بخشى أنه أول قعدة نتناقش بالآيات، ثاني قعدة نحط كاسة شاي، ثالث قعدة بيجي نفس الأرجيلة، عرفت؟ فسدا للزريعة أنت خرج يا بتجي لعندي على البيت يا أنا بيجي لعندك على البيت، يا منجي على الجامع يا منجي شي مكان، يعني نصرف عن أنفسنا أشياء نخاف أن تعلق بنا. ثم المارة في الطريق إذا رأوني ورأوك في القهوة، يعني شو بدون يقولوا؟ يعني سيقعون في غيبتي، مين يلي وقعهم بالغيبة؟ أنا، ليش أنا رحت قعدت بالقهوة؟ عفواً في أخ اشترى طقم كاسات ليقدمها للضيوف، نفس طقم الكاسات تبع السم الهاري، يعني ما لقيت ذوق وجمال إلا الكاسات تبع عفواً الخمور يعني الضيف فيها. قال لي ما فيها شيء، الله وكيلك في بقلبه مي في بقلبه كولا. صحيح، بس يا أخي سدا للذريعة، أنت يعني عم تفتح باب على أولادك يشوفوا هالمناظر غير جيدة. سامحوني يا أخوان، في مرات نحن منكون معزومين في بيت أخ أو بعض الأخوة بحط قوالب البوظة وملقط البوظة وسطل البوظة نفس الموقف تبع يلي بيفعلوا هذا الشيء في الخمر، وفي بعض أخوات يفعلنا. طيب يا بنتي ليه؟ ليش ما بيليق بك؟ يعني ألا يعني ما يتجمل الذوق إلا بهذه الطريقة؟ أنت توقعين نفسك في منطق في حرج، وتوقعين من حولك في حرج. سدا للذريعة بلا هذا المنظر،
وبلا هذا الشكل. في بعض إخوة بيصنعوا عصائر طبيعية بيبيعوها ينتجونها، بيحط العصير الطبيعي بزجاجة ويبيعها وهو مسلم، بس شكل الزجاجة يعني صار الناظر إليها فورا يقع في خاطره الزجاجة الأخرى. طيب ليه؟ ليش وأنت مسلم أنت منا وفينا ليش تجعل وأنت صاحب المعمل وأنت اللي عم تصنع الزجاجات وأنت اللي عم تصنع الورق اللاصق ليش تصنعه بذاك الشكل؟ الله عز وجل قال للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أنه أصل كلمة راعنا في اللغة جائز، لكن لما كان من الممكن أن يكون ذريعة لمحرمين نهاهم الشارع، نهاهم رب العالمين على أن يقولوا هذه الكلمة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. ما في مانع يا إخوان يا شباب إنكم تمنعوا أنفسكم بعض الأشياء لا بأس بها، بس احتياطا وحذرا مما به بأس. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في فتاة بدها تسألك عن سؤال في الجامعة، خلي السؤال واضح وأمام الناس. تفضلي. لا والله بيني وبينك. لا تفضلي، خلي تحكي أمام الناس. والله إذا ممكن تقرأ هذه الورقة. أنا أذكر مرة يا إخوان وهذا كلام بفيد، كنت أدرس في أحد المساجد يعني في طرف مدينة دمشق، والدرس كهذا الدرس يعني في رجال وفي نساء، وأنا خارج من الدرس ومعي بعض الإخوة، وجدت امرأة واقفة في الطريق. قال السلام عليكم أستاذ. قلت له وعليكم السلام. قال والله إذا سمحت معي عندي سؤال. قلت له تفضلي. قال مكتوب بهذه الورقة، وجاءت لتعطيني ورقة. هلا هو ما في شيء، ما حكم واحد يعني ياخذ ورقة من امرأة، ما في شيء، بس حتى أنا لا أوقع نفسي وأوقع من ورائي في لبس وريبة، قلت له إذا سمحت افتحيها. قال لا بتقراها حضرتك؟ قلت له لا حضرتك افتحيها اقريها. فتحت هي قريت، يعني في سؤال بالاخير تساله، والاخوه اللي معي عم يسمعوا. خلاص انا امنت هلا هم اطمئنوا انه هذا الشيخ والله في امراه سالته سؤال واجابه. اما اذا والله ممكن تاخذ هالورقه، ايه اخذها وحطيتها بجيبتي. هلا بجوز هذا الاخ اللي ماشي معي، الشيخ شو اخذ منا الورقه؟ شو مكتوب بالورقه؟ ابصر شو عامل، شو كاتب، انه رقم تليفون. أوقعت نفسي في ريبة وأوقعته في ريبة وأوقعتها في ريبة. فأنت تدرب. واحد بيقول لك أخي سامحني، يعني رجل قاعد لحاله بالبيت، في موظفة موجودة عنده في هذا البيت، سكرتيرة صفي هو وياها لحاله، راحوا الناس وتسكر البيت وهن مكتبه مو مكتب يعني مفتوح الداخل داخل، هو بيت ما حدا بيفتله لحتى يندق الباب، صفي هو وياها قاعدين، وصار الساعة 5 المساء أو 6 المساء، شنو أنت قاعد أنت وياها؟ قال ما فيها شيء، هي سكرتيرتي من 20 سنة. يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ليش تفتح باب للشيطان على نفسك أو عليها أو على الداخلين؟ ليش؟ خليك بين، خليك واضح، احمي نفسك واحمي الآخرين. في عنده عاملة تعمل في البيت، خادمة تخدم في البيت، ما تبقى أنت وياها لوحدها، خلي تكون زوجتك موجودة، أختك موجودة، بنتك موجودة. أخي ما في حدا، حمل حالك وانت اطلع من البيت. ما بقدر، إذن لا تبقيها عندك في البيت، اصنع حاجزا ما بتدخل هي على البيت حتى تقرع الأبواب. هذا حماية لك وحماية لغيرك. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واسمعوا يعني واسمعوا وأطيعوا، لأنه اليهود قالوا سمعنا وعصينا. واسمعوا يعني واسمعوا وأطيعوا، والمراد من السماع يا إخوان الإطاعة والعمل. أما هلأ واحد سامحني يسمع دروس كثيرا بس ما بينفذ، يعني لا ريب بأنه سماع الدروس شيء جيد، بس هو وسيلة لهدف بالأخير أنه أنا بدي أغير شيء في برنامجي في سلوكي في تصرفاتي في الحياة. واسمعوا يعني واسمعوا وأطيعوا. وللكافرين عذاب أليم. هؤلاء اليهود الذين يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله لهم عذابا أليما. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم،
كان اليهود يقولون أما وجد الله غير محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوحي إليه؟ كانوا يظنون أن يوحي الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بعدين الله عز وجل قال والله يختص برحمته من يشاء. بس في وقفة يا أخوان جميلة عند تفسير الخير، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إيش يعني الخير؟ هلأ نحن مرات الخير بالنسبة لنا سعة المال، صحيح هو خير. مرات الخير بالنسبة لنا الصحة والعافية، صحيح هو من الخير. مرات الخير بالنسبة لنا شهادة جامعية عالية، قد تكون من الخير. بس اسمعوا الخير شو قال المفسرون، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نعم، قالوا الخير هو القرآن الكريم. ما هان على المشركين وما هان على اليهود أن ينزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالخير يا أخوان كل الخير هو في القرآن الكريم. معناته اللي بيناتكم بده يزداد من الخير فليزداد من القرآن الكريم قراءة وحفظا وفهما وتعلما وحضور مجالس وعملا وتعليما، هذا هو الخير. وقالوا الخير هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جاءتنا بالخير. والله يا أخوان نحن بدون تعاليم القرآن، بدون تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ضياع كما كثير من الناس يضيعون. والآن الناس الذين يبتعدون عن تعاليم القرآن، تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله مساكين، والله يضيعون. ما بدري أنا خبرتكم مرة، رجل من كبار يعني رجالات هذه البلدة بالعلم والجاه والمكان الاجتماعي، جاوز 70 سنة، دعيت إلى جلستين كان هو موجود بها، عملنا درس هيك يمكن شي نصف ساعة، وبعدين صلينا ركعتين، وبعدين عملنا مجلس ذكر شي 10 دقائق، ثم دعاء. بعدين صاحب الدعوة كان عاددنا عشاء، قال الأستاذ ممكن تفضلوا على العشاء؟ فأجيت بدنا يقوم إلى العشاء، الرجل قاعد جنبي جاوز 70، بيطلع قد والدي، وضع إيده على إيدي، قال لي يا أستاذ محمد خير خليك شوي. فأنا قلت للأخوة الموجودين معنا سمحتوا سبقونا، أنا بدي أتكلم مع الأستاذ شيء. التفت عليه يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، وجدته يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير أنا ضيعت عمري 70 سنة، أستاذ في الجامعة، يعني مو مناسب أحكي لكم تفاصيل حتى لا يعرف، بس الرجل له مكانة علمية وله مكانة في الجاه وله مكانة في المال وله مكانة في الأسرة. قال لي أنا ضيعت عمري، أنا وصلت إلى ما وصلت إليه وأنا بعيد عن درب الله تعالى. صحيح أنا معي شهادة علمية بس بعيد عن درب الله، صحيح معي مصاري بس بعيد عن درب الله، صحيح إلي جاه بس بعيد عن درب الله، صحيح أسرتي أولادي إلهم مكاني الآن اجتماعية بس بعيد عن درب الله، أنا بلحق ساوي شيء؟ يا أخوان الخير كل الخير في القرآن الكريم، الخير كل الخير في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير في اتباع هذا الدين. إذا بدك خير، إذا أنت حريص على الخير، فتمسك بالقرآن وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه في حرج شديد أنه يصير عمرك 70 سنة بعدين تكتشف أنه الطريق خطأ. قال هذا الرجل بعمر 70 اكتشف، قال لي أنا ضيعت حياتي. هلأ إذا واحد ضيع الجاكيت تبعه ماشي الحال، محلولة منشتري له جاكيت غيره، وإذا ضيع يا أخي مبلغ مالي بتعوض بطريقة ما، ولو ما تعوض يعني مال ماشي الحال، بس إذا ضيع عمره كيف بدك تعوضه؟ فأنا والله يا أخوان شجعته وقلت له طبعا يا أستاذ الله عز وجل يتوب على من تاب والطريق لمن صدق لا لمن سبق، وإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الله الرجل بعد 2 شهر توفاه الله تعالى. تأثرت جدا أنا لما خبرت بأنه قد مات، لأنه تذكرت عم بيقول لي أنا بلحق ساوي شيء، كان تاري بقيان 2 شهر أو أكثر 3 شهور يعني. هلأ أنا تفكرت في المسألة، ولا بدي أحطها بين إيديكم، أبسطها بين إيديكم. إذا واحد صلى 70 سنة
ماشي باتجاه بطريق، يعني شخص بده يطلع على حمص صلى 70 سنة عم يمشي، بس بدل ما يروح باتجاه الشمال راح باتجاه الجنوب، وسبعين سنة بعد 70 سنة اكتشف انه خطأ مو هون الطريق، شو احسن شيء يساوي؟ ما عاد يقدر يرجع 70 سنة هدون، يعني لحتى يرجع للنقطة صفر بده 70 سنة، احسن شيء يوقف في ارضه. هلأ رحمة رب العالمين انه الله بيقبل، يعني لو انا ماشي 70 سنة بالطريق الخطأ، متى ما قلت له يا رب انا ساعود اليك الله بيقبلني. بس لا يستوي شخص صلى 70 سنة بالطريق الصح وشخص صلى 70 سنة بالطريق الخطأ، ما بيستوي. ما بيستوي واحد صلى ماشي 70 سنة باتجاه الشمال وواحد رايح 70 سنة باتجاه الجنوب. يا شباب يا رجال يا إخوان يا أخوات، يلي بيناتكم رايح بالاتجاه غير الصحيح، نصيحة الوقت مناسب جدا إنك تقرر توقف في أرضك وتعود إلى الاتجاه الصحيح. ويلي بيناتكم يا شباب هلأ بأول الطريق، اوعك تروح طريق خطأ وبعد 70 سنة يطلع معك لا 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 والله طلع الطريق خطأ يا أخي، مشكلة بتروح 70 سنة من حياتك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الله عز وجل أجاب قال والله يختص برحمته من يشاء. اللهم اختصنا برحمتك، اللهم اجعلنا من خواصك في رحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يسبل علينا من فضله العظيم، وأن ينشر علينا فضله العظيم، وأن يكرمنا بفضله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أحيانا أخت تكون موجودة في منزل هي يلقي الله عز وجل في قلبها الهداية والإيمان، وأهلها وجيرانها ليسوا منضبطين لا بالأخلاق العالية ولا بالشريعة الكريمة ولا ملتزمين بالأوامر والنواهي. تذكري امرأة فرعون كانت في جو من الفجور والكفر الله به عليم، وإذا هي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. هلأ في 15 أمر مضوا، بس في قرى قبلكم عصوا أوامر الله. أنا الآن يا عبادي بعثت لكم 15 أمر في مسألة الطلاق بين أمر ونهي، شيء يخص الزوج وشيء يخص الزوجة. ديروا بالكم إذا التزمتم بالأمر أنا أيسر لكم أموركم، أنا أوسع لكم أرزاقكم، أنا أخرجكم من الحرج، أنا أجعلكم في يسر إذا التزمتم أمري. بس إذا تركتم أمري كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها. والله يتزوج بالحرام وانت دللتهم على الحرام، وانت أطعمتهم حرام، وانت صرت دليلا على الحرام، وعم تعمل بدل إبليس، نسأل الله السلامة. قال لي أنا ما بعرف. طيب إن الله لا يعذر على الجهل. ما حدا يقول ما بعرف، انت قاعد بالشام يا رجل، مجالس العلم تحيط بك من كل مكان. فاتقوا الله ما استطعتم. يا إخوان مما يعينكم على تقوى الله عز وجل أن يكون للواحد فينا مجلس علم، هذا واحد يعينك على أنك تعرف كيف تتقي وكيف يعني كيف تترك الحرام وكيف تفعل الفرائض. ما بيعرف أنه أخي هذا فرض، هذا العمل ما عنده علم أنه فرض. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله.